بسم الله الرحمن الرحيم. في يناير 2020 أجازت اللجنة التنفيذية للنغابة مشروع مركز ثورة ديسمبر لتأهيل إصابات الحبل الشوكي والدماغ، وخصصت ميزانية وقدرها 173 ألف استرليني لتنفيذ المشروع. منذ بداية ثورة ديسمبر إلى الآن حدثت حوالي 23 إصابات حبل شوكي، 7 منهم استشهدوا، و10 إصابات شلل دماغي، 2 منهم استشهدوا، وسفرنا منهم حوالي 14 إصابة للقاهرة وجنوب الهند لبرامج التأهيل العصبي عن طريق منظمة حاضرين بتكلفة 15,000 ل 20,000 دولار لمدة 3 إلى 4 شهور. بإنشاء مركز ثورة ديسمبر سيتم تأهيل وعلاج هؤلاء المصابين دوريا مجانا على مدى الحياة. إصابة النخاع الشوكي من الإصابات النادرة بالنسبة للإنسان، وبتحصل دائما نتيجة لحوادث مختلفة. النخاع الشوكي لمن يصاب يأثر في كل وظائف الجسم المختلفة، ما بأثر في الحركة بس والإحساس، لكن بأثر في العلاج في الوظائف التنفسية، الجهاز المعوي والجهاز البولي. العلاج بالنسبة لإصابات النخاع الشوكي بيحتاج لتيم متخصص بتكون من الأطباء، أخصائي العلاج الوظيفي وأخصائي العلاج الطبيعي، بيحتاج لمراجعين نفسيين والخدمات الاجتماعية بالنسبة للمرضى. المتابعة للمريض بتتم على مر الحياة، ودي بيحتاج لمراعاة دورية بمناطق متخصصة أو مستشفيات ومراكز متخصصة بالنسبة لعلاجات النخاع الشوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز ثورة ديسمبر لتأهيل إصابات الدماغ والنخاع الشوكي يعتبر الأول من نوعه في السودان، وهو نواة لإدخال تخصص جديد ما موجود عندنا، ودوره مهم لتدريب أطباء التخصص، حيث أنه هيربطهم بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي أو الكلينيكال، وأيضا دوره مهم لتدريب الكوادر الصحية التي لها علاقة بالتخصص زي العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي ونطق الكلام وغيره، وسوف تقام فيه الندوات العلمية والطبية وكذلك الورش الصحية، وأيضا سوف تقام فيه ندوات لزيادة وعي المريض وأسرته وجمهور بهذا التخصص. شكرا جزيلا لكم.